السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب قطر الندى في اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المنهج الجديد 2022. وزي ما وعدتكم وزي كل مرة وزي ما اتفقنا، أي كتاب جديد بيوصل لي بنزله لكم على طول. واللي بيشوفني دلوقتي لأول مرة، أنا بضطر أقول الكلام ده كل مرة عشان في ناس جديدة بيبعتولي ويقولوا لي فين الكتب، فأنا بضطر أقول الكلام كل مرة عشان اللي بيشوفني دلوقتي لأول مرة يعرف أنا نظام إيه أو بعمل إيه. ادخلوا على القناة هتلاقوا كل الكتب الخارجية، جميع المواد وجميع الأنواع، سواء كانت قطر الندى، الباهر، الماهر، سلاح الميز، الأضواء، بيت باي بيت، كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواعها، عربي، رياضة، علوم، دراسات، إنجليزي، كونكت وكونكت بلاس، كل الكتب موجودة على القناة. ادخل على القناة واشترك واعمل تخصيص للجرس، أهم حاجة علامة التخصيص عشان كل الكتب كل ما نزل الكتاب يوصل لكم على طول، مجرد ما نزل الكتاب يوصل على طول. انا النهارده جايبه لكم كتاب قطر الندى في اللغه العربيه الفصل الدراسي الثاني. هو الكتاب في الاول جايب مراجعات لما سبق، الاجزاء اللي هي القواعد اللي درسناها الترم الاول او الفصل الدراسي الاول او السنين اللي فاتت، وبعد كده داخل على المنهج الجديد. هو طبعا مش الكتاب كله، انا جالي جزء منه فعشان كده حبيت اشارككم معايا. انا هسيبكم تشوفوا بنفسكم وتقرروا ايه هو احسن كتاب خارجي. طبعا احنا مش هنقرر ايه هو احسن كتاب خارجي غير لما نشوف كل الكتب الخارجيه جميع الانواع، وفي الاخر نقرر. يا رب الكتاب يعجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.